ماليش دعوه بكل اللي بتقولوه ده، ان شاء الله ينسحب كلهم ما يفضلش غير الحزب بتاعنا. المهم الدستور يخلص ويطلع للنور للادي. شغالين عليه سيادتك، وان شاء الله يطلع زي ما احنا عايزينه واحسن كمان. احنا في حضانه، كل شويه واحد يقول لي انا منسحب، ناس حزب النور كمان يقول انا منسحب. لا ما تقلقش يا دكتور، دول اكتر ناس هيفضلوا. بس بمناسبه حزب النور، حضرتك ناوي تعمل ايه بكره في حفله تنصيب البابا؟ السلفيين طلعوا فتوى بتحريم المشاركه. السيد الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية الذي أوفد مندوبا عنه السيد السفير محمد رفاعة الطهطاوي وكل السادة المسؤولين. كنا مترهنين على ايه بقى يا ساتر؟ خلاص بقى ما تزعلي، عازمك على العشاء النهارده. خلاص البابا تبدروس الثاني بإلقاء الكلمة عوضا عنه. موريس من فضلك انا مش عايز اولد هنا، ارجوك احترم رغبتي. حاضر حاضر يا ريم، ما تاخدنيش على قد عقلي. طب نعمل ايه اكتر من اللي احنا عملناه؟ قدمنا الورق وادينا قاعدين مستنيين. الموضوع صعب مش سهل، نص الناس اللي نعرفها مقدمين غير الناس اللي احنا ما نعرفهاش، لازم واسطه. غير اني حاسه انك اصلا مش عايز. يا ايريني انا مش عايز بصراحه، مش عاوز. انا حاسس ان احنا كده بنهرب. ليه بص لها كده؟ ليه مش شايفه ان احنا بنحاول ننقذ نفسنا؟ موريس انت عارف يعني ايه رئيس الجمهوريه ما يحضرش حاجه مهمه زي تنصيب البابا؟ يعني مش شايفين؟ عايز تستنى ايه لغايه ما يجروا ورانا في الشارع ويقتلونا؟ طب لو مش خايف عليا وعلى نفسك، مش خايف على ابنك؟ يا ستي خايف عليه طبعا، خايف عليه، بس انا مش شايف الصوره سودة قوي كده. الجواب بيبان من عنوانه يا حبيبي، والعنوان واضح وباين زي الشمس. اسمع كلامي، صدقني اسعى في موضوع الهجرة ده. موريس من فضلك أنا خايفة. حاضر يا ريم حاضر، إن شاء الله مش هتولدي هنا.